بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024 الشعبة الأدبية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنتعرف بالتفصيل على التنسيق الأقرب أو التنسيق الشبه رسمي أو توقعات زي ما بيسموها، بس ده التنسيق ده إن شاء الله بإذن الله تنسيق هذا العام مش هيخلو عنها عن جميع كليات الشعبة الأدبية لهذا العام أو دفعة هذا العام 2024 بعد إعلان النسب النهائية من وزارة التربية والتعليم اللي أعلنت عنها منذ أيام قليلة بأن نسبة النجاح في اللغة العربية تخطت 94 أو 95%، وكذلك برضو اللغة الأجنبية الثانية كانت 97 أو 98%، وكان برضو مادة الفيزياء برضو نسبة تقريبا تخطت تقريبا 92 أو 94 أو 94%، مش فاكر بالظبط. لكن الخبر الأسعد طبعا نسب النجاح حاليا كانت تخد جميع الطلاب، لكن الخبر الأسعد ويعتبر اللي كان فيه فرحة لكل الطلاب اللي نسب شرايح المجاميع العالية كانت في النازل، يعني في اللغة العربية في أقل حوالي 3000 عن العام الماضي ما حصلوش يعتبر الدرجات النهائية، كذلك برضو في مادة الفيزياء، وكذلك أيضا برضو في مادة اللغة الأجنبية الثانية. لأن أنا فاكر السنة اللي فاتت اللغة الأجنبية الثانية كان فيها 160 ألف طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في اللغة الفرنسية أو الإيطالية أو الإسبانية أو يعتبر الألمانية أو الصينية، أما هذا العام ما كملوش 130 ألف طالب وطالبة. يبقى كده بالنسبة لشرائح المجموع العالية أو شرائح المجاميع العالية اللي هي بتأثر دايما في التنسيق وبتخلي التنسيق يرتفع، فيها انخفاض ما يقرب من حوالي 0.5% أو أكتر من 0.5%. طب عرفت إزاي؟ هقول لكم عرفت إزاي. هو دايما النقطة الفيصل هي امتحان اللغة العربية. امتحان اللغة العربية كان عدد الطلاب اللي هم حاصلين على المجاميع العالية كان بيمثل من النتيجة 1.5. السنة دي مش مكمل 1%، ده 95.5، يعني الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت حوالي 55.5، أي أكتر من 0.5%. وبذلك إن شاء الله بإذن الله تنسيق هذا العام سواء للشعب العلمية أو الشعب الرياضية أو الشعب الأدبية هينخفض ما يقرب يعني من 0.5 لحد 1% عن العام الماضي، لتكون جميع كليات الشعب الأدبية كالتالي. أولا كلية ألسن كفر الشيخ العام الماضي كانت بتاخد من 89.75%، إن شاء الله السنة دي هتاخد من 89.20%. كلية ألسن جامعة قناة السويس إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.40%. كلية ألسن جامعة عين شمس إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 86.3%. كلية ألسن الفيوم إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 85.66%. كلية ألسن بني سويف إن شاء الله بإذن الله هتاخد من 85.10%. طبعا هنا بس الدالة تقريبا حصل فيها حاجة، لكن طبعا احنا بنعمل ايه، هوريها لكم برضو عشان تعرفوا الحاجات دي احنا جبناها ازاي. طبعا عشان تحسب النسبة بتاعتك بتحسبها ازاي، انا بقول له اللي يساوي سواء حسبتها على اي حاسبة او اي حاجة، واقول له صح ماشي المجموع ده كده 300 يعتبر كده و50، 350 الغي بس دي كده الاول اهي دي كده او 351 دي 351. بعد كده باجي هنا اقول له يساوي واقول له خد المجموع واقسمه على 410 وبعد كده اضربه في 100 عشان يديني النسبه المئويه. لاحظوا اهو كليه ألسن جامعه جنوب الوادي فرع الغربقه، طبعا اهي احنا خلينا في ألسن بني سويف اللي كان فيها المشكله، 85 السنة فاتت كانت بتاخد من 85.73%، إن شاء الله بالسنة دي بإذن الله السنة دي تاخد من 85.18%. طبعًا هنا خصمنا 0.5% من المجموع بتاع العام الماضي. كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغربقة إن شاء الله بإذن الله تاخد من 84.81%، ألسن المنيا إن شاء الله بإذن الله تاخد من 84.57%، ألسن سوهاج 84.20%، ألسن الأقصر 83.96%. طبعا ده كله مرحلة أولى عشان بس الطلبة يكون عارفين، ده كله بالنسبة للمرحلة الأولى، وفي برضو المرحلة الثانية هقول لكم برضو عليه، وبالنسبة للمرحلة الثالثة إن شاء الله بإذن الله على المعملها هوريها لكل الطلاب.
نادي بعد كده تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسيه. لو نلاحظ هنا تنسيق اقتصاد وعلوم سياسيه القاهره العام الماضي كان بياخد من 89.39%، العام الحالي ان شاء الله باذن الله بعد خصم ال 55% او 0.5% هياخد من 88.34%. كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية ان شاء الله باذن الله 87.49%، كلية سياسة واقتصاد السويس 86.76%، كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف 85.91%. طبعا ده كله مرحلة اولى. طيب نجي بعد كده بقى لكليات الاعلام، كلية الاعلام موجودة قدامكم اهي، اعلام عين شمس ان شاء الله باذن الله هياخد من 85.18%، بعد العام الماضي كان بياخد من 85.73%. خلاص كده اعلام القاهرة من ان شاء الله 86.3%، اعلام المنوفية 84.57%، اعلام التكنولوجيا اتصال السويس 83.59%، اعلام بني سويف 83.59%، اعلام جنوب الوادي 83.10%. طبعا قلنا ده كله مرحلة اولى، المرحلة الثانية برضه هنقول عليها. نجي بعد كده لكلية الاثار، كلية الاثار جامعة دمياط ان شاء الله باذن الله 86.62%، بعد العام الماضي ما كانت بتاخد من 83.17%، اثار القاهرة من 82.37%، اثار عين شمس 82.37%، اثار الفيوم 81.64%، اثار ولغات مطروح 81.52%، اثار اسوان 81.15%، اثار الاقصر 89.79%، اثار سوهاج 80.30%. طبعا قلنا ده كله مرحله اولى. نادي بعد كده الكليات التربيه بقى، كليات التربيه هتلاقي في المرحله الاولى والثانيه وان شاء الله باذن الله نكمل برضو مع طلاب المرحله الثانيه. تربيه بورسعيد 82.1%، بعد من العام الماضي كانت بتاخد من 82.56%، تربيه عن شمس 80.18، اثار جنوب الوادي لان ما قلناهاش 80.18%، تربيه الاسكندريه 79.93%، تربية الزقازيق 79.81%، تربية المنصورة 79.57%، آداب العريش 79.20%، تربية بنها 78.84%، تربية طنطا 78.84% أيضا، تربية دمنهور 78.35%، تربية المنوفية بشبين القوم 78.35%، تربية قناة السويس بالإسماعيلية 78.35%، تربية قفر الشيخ 77.86%، تربية حلوان 77.37%، تربية دمياط 77.13%، تربية مطروح 77.13% أيضا، تربية السويس 77.13%، تربية مدينة السادات يعتبر ده بس كان المجموع عشان بس لحد يفتكر ده رقم كلية، كانت من 77.31%، ان شاء الله باذن الله تاخد من 76.76%، تربيه بنات عين شمس 76.52، تربيه طفوله مبكره الزقازيق ان شاء الله باذن الله هتاخد من 76.40%، تربيه الفيوم هتاخد من 76.40%، بعد كده تربيه اسوان 76.3%، تربيه المنيا هتاخد من يعتبر 75.79%، بعد كده تربيه تعليم ابتداء الزقازيق من 75.42%، تربيه بني سويف 75.18%، تربيه العريش 74.93%، تربيه اسيوط 74.93%، تربيه الوادي الجديد 74.69%، تربيه تعليم ابتدائي جامعه عين شمس هتاخد من 74.57%، بعد كده تربيه جنوب الوادي بالغردقه من 74.57%، تربيه تعليم ابتدائي بورسعيد من 74.57%، تربيه ابتدائي المنصوره من 74.57%، تربيه جنوب الوادي 74.32%، تربيه سوهاج 74.20%، تربيه طفوله مبكره بورسعيد 73.96%، تربيه تعليم ابتدائي الاسكندريه ان شاء الله باذن الله هتاخد من 73.23%، تربيه ابتدائي طنطا هتاخد من 73.10%، تربيه ابتدائي تعليم ابتدائي قناه السويس بالاسماعيليه 72.86%، تربيه تعليم ابتدائي بنها 72.74%، تربيه طفوله قناه السويس بالاسماعيليه 72.74%، تربيه طفوله مبكره جامعه المنصوره 72.62%،
تربيه تعليم ابتدائي حلواني 72 و62%، تربيه تعليم ابتدائي المنوفيه 72 و62%، تربيه طفوله جامع الضبيات رياض اطفال 72 و49%، تربيه تعليم ابتدائي كفر الشيخ 72 و49%، تربيه تعليم ابتدائي جامعه دمياط 72 و37%، تربيه تعليم ابتدائي بنات عين شمس 72 و37%، تربيه طفوله مبكره جامعه المنوفيه 72 و1%، تربيه تعليم ابتدائي جامعه السويس 71 و88%، تربيه طفوله كفر الشيخ من 71 و64%، تربيه تعليم ابتدائي دمنهور من 71 و64%، تربيه تعليم ابتدائي مدينه السادات 71 و52%، تربيه طفوله جامعه عين شمس 71 و27%، تربيه نوعيه جامعه القاهره ان شاء الله باذن الله تاخد من 71 و3%، تربيه طفوله جامعه طنطا طبعا طفوله مبكره 71 و3%، تربيه تعليم ابتدائي الفيوم ان شاء الله باذن الله تاخد من 71 و3%، تربيه طفوله مبكره الاسكندريه 70 و79%، تربيه تعليم ابتدائي المنيا 70 و66%، تربيه طفوله السويس 70 و66%، تربيه طفوله مبكره جامعه القاهره من 70 و42%، تربيه طفوله مبكره اللي هي رياض اطفال جامعه حلوان 70 و30%، تربيه طفوله مبكره الاسكندريه 70 و30%، تربيه طفوله مبكره مدينه السادات 70 و18%، تربيه طفوله مبكره جامعه دمنهور 70 و5%. نروح بعد كده لكليات الفنون الجميله، فنون جميله اللي هي خاصه قسم فنون جامعه الاسكندريه ان شاء الله باذن الله السنه دي هتاخد من 78 و84%، بعد العام الماضي ما كانت بتاخد من 79 و39%. بعد كده تربية جميلة قسم فنون جامعة حلوان ان شاء الله بإذن الله هتاخد من 78 و10%، فنون جميلة جامعة المنصورة قسم فنون من 76 و27%، تربية كلية فنون جميلة قسم فنون المنيا من 72 و86%، كلية فنون جميلة جامعة أسيوط قسم فنون من 72 و74%، كلية فنون جميلة فنون فرع جامعة الأقصر من 71 و52%. نروح بعد كده لكليات الآداب، كلية الآداب جامعة القاهرة 78 و71%، بعد العام الماضي ما كانت بتاخد من 79 و26%، تربية عن شمس 76 و88%، تربية الإسكندرية 75 و54%، تربية حلوان 75 و54%، آداب بنها 74 و32%، دار علوم القاهرة 73 و79%، ده انتساب كلية آداب انتساب موجه جامعة القاهرة 73 و47%، كلية آداب بنات جامعة عين شمس 73 و23%، كلية آداب انتساب موجه جامعة عين شمس 72 و62%، كلية آداب انتساب موجه جامعة العريش 72 و37%، كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة السويس من 72 و25%، كلية آداب جامعة المنوفية بشبين القومي 72 و13%، كلية آداب دمياط ان شاء الله باذن الله هتاخد من 71 و88%، كليه اداب الفيوم من 71 و88%، كليه اداب انتساب موجه جامعه الاسكندريه من 71 و88%، كليه اداب جامعه المنصوره 71 و76%، كليه اداب انتساب موجه جامعه حلوان 71 و52%، كليه اداب جامعه طنطا 71 و52%، كليه اداب جامعه الزقازيق 71 و3%، كليه اداب بورسعيد جامعه بورسعيد من ان شاء الله باذن الله 71 ويعتبر 3%، كليه اداب وعلوم انسانيه جامعه قناه السويس بالاسماعيليه 70 و91%، كليه اداب جامعه اسوان 70 و79%، كليه اداب انتساب موجه جامعه بنها 70 و79%، كليه اداب جامعه كفر الشيخ 70 و54%، كليه اداب انتساب موجه بنات جامعه عين شمس 70 و42%، كليه اداب جامعه المنصوره جماعة دمنهور سوري من 70 و30%. نروح بعد كده لتنسيق كلية التجارة، لأن الجماعة بتوع الشعب الأدبية كانوا زعلانين، أنتوا الطناشين الأدبي، الأدبي كله معاك أهو. كلية التجارة جماعة دمياط 76 و27%، تجارة القاهرة 76 و3%، كلية تجارة وإدارة أعمال حلوان 76 و3%، كلية آداب انتساب موجه بالإسكندرية 75 و91%، كلية أداب التجارة كلية تجارة الإسكندرية 75 و18%، كلية تجارة عين شمس 74 و81%، تجارة جامعة جنوب الوادي 73 و96%، كلية تجارة المنصورة إن شاء الله بإذن الله من 73 و96%، كلية تجارة جامعة الزقازيق 73 و96%، كلية تجارة جامعة بنها 72 و62%، كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة
من 72.49%، كليه تجاره جامعه المنوفيه بشبين القوم من 71.76%، كليه تجاره جامعه قناه السويس بالاسماعيليه 71.76%، كليه تجاره جامعه كفر الشيخ 71.64%، كليه تجاره جامعه بورسعيد 71.64%، كليه تجاره انتساب موجه جامعه الاسكندريه من 71.40%، كليه تجاره انتساب موجه جامعه عين شمس 71.26%، كليه تجاره جامعه اسوان 71.27%، كليه تجاره جامعه طنطا 71.15%، كليه تجاره جامعه دمنهور 71.15%، كليه تجاره واداره اعمال انتساب موجه جامعه حلوان 71.3%، كليه تجاره جامعه السويس 70.66%، كليه تجاره جامعه بني سويف 70.54%، كليه تجاره مدينه السادات 70.5%، كليه تجاره جامعه اسيوط من 70.5%. نروح بعد كده لاخيرا كليات الحقوق. حقوق دمياط ان شاء الله باذن الله هتاخد من 75.54%، بعد العام الماضي ما كانت بتاخد من 76.9%. كليه حقوق سوهاج ان شاء الله باذن الله من 74.20%، كليه حقوق بني بورسعيد 73.47%، كلية حقوق جامعة قفر الشيخ 73.23%، كلية حقوق جامعة القاهرة 70.42%، وأخيرا كلية حقوق جامعة المنيا من 70.18%. ده بالنسبة للمرحلة الأولى والثانية. وفي بعض الكليات لسه ما قلناهاش، زي كلية الخدمة الاجتماعية وزي كلية سياحة وفنادق، وباقي الكليات التانية دي هتبقى ان شاء الله باذن الله مرحلة تالتة، زي برضو كلية تربية رياضية وتربية موسيقية وتربية فنية، والحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله هقولها لكم في الفيديو القادم. دمتم في امان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.